السلام عليكم. اليوم رانا في ملعب براقي ونشاهد لأول مرة تدريبات تاع الفريق المحلي في هذا الملعب الرائع. ولذكر احنا سبق أن قلنا باللي سوف تجرى مقابلة ودية بين فريق محلي وفريق موريتانيا هنا في هذا الملعب أو السنغال في هذا الملعب، لكن تغير البرنامج في آخر لحظة حيث أنه برمجت المقابلة الودية مع فريق السنغال في ملعب عنابة. إذن وهذه الآن أول حصة تدريبية للفريق المحلي في ملعب براقين. خليكم مع تشوفوا الفيديو هذا، والسلام عليكم.